بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الجزء الخامس من سلسلة بيدياتريك أند نيونيتال ميكانيكال فنتيليشن. في هذا الجزء سنشرح مودز أوف فنتيليتر. شو المقصود في المود؟ المود هي عبارة عن برمجة عملها المهندس أو المبرمج لهذا الجهاز، بحيث إنه الجهاز يتفاعل أو يشتغل مع المريض بطريقة معينة. احنا في هاي الحلقة ان شاء الله هنتعلم كيف هذا الجهاز بتفاعل مع المريض على حسب المود، على حسب البرمجة اللي انت هتختارها. طبعا البرمجات في الفنتليتر تقسم الى فرعين رئيسيين، اللي هي Volume Control و Pressure Control. يعني شو مقصود في Volume Control او Pressure Control؟ يعني انك تتحكم في البريشر، فاذا تحكمت في البريشر مش هتتحكم في الفوليوم، او تختار انك تتحكم في الفوليوم، فاذا تحكمت في الفوليوم مش هتتحكم في الايش، في البريشر. فكل برمجة من برمجات الجهاز في لها خيارين، يا انك تتحكم في البريشر يا انك تتحكم في المود. مثلا برمجة الاس اي ام في، في اس اي ام في بريشر كنترول، في اس اي ام في فوليوم كنترول، وانت بتختار على حسب الحالة شو بدك، بريشر كنترول ولا فوليوم كنترول. في اشي ثاني اللي هو دول مود او الميكست مود، هاي انت تقدر تتحكم في الشغلتين، تتحكم في البريشر والفوليوم مع بعض. طيب why do we use pressure mode in neonates؟ اذا بتلاحظوا في الخداش دائما نختار بريشر مود. طب ليش بنختار بريشر مود مش فوليوم مود؟ لعدة أسباب. أول إشي الإندوتراكيال تيوب اللي إحنا بنحطه عادة بيكون أنكفت، ما في كف، فبالتالي حيصير في عنا ليك أراوند ذا إندوتراكيال تيوب، فجزء من الفوليوم حيضيع بسبب هذا الليك. وكمان المشكلة الثانية إنه النيونيس مع سبيل المثال بيكون أوزانهم قليل كثير، على سبيل المثال 1 كيلو. 1 كيلو قديش بده هذا الفوليوم؟ لو بدك تحط له فوليوم مود، يعني لو بدك تحط له فوليوم مود، الفوليوم تبعه من 4 إلى 6 مل بير كيلوغرام. ناخذ الماكسيمم، نقول 6 مل بير كيلوغرام، فهو وزنه كيلو، بده 6 ml، وفي عندنا ليك في حوالين الاي تي تي، هذا الليك ولنفرض انه 2 ml، هاي ضاع من الستة قديش؟ 2 ml. ثاني شيء السيركت نفسها بتتمدد، في لها كومبلاينس زيها زي اللانج بتتمدد، فهاي التمدد تاع السيركت حيضيع لنا كمان على الأقل 2 ml. فقديش وصل للمريض من 6 ml؟ وصل له فقط 2 ml من 6 ml اللي انت اعطتهم اياه. فعشان هيك ما بنستخدم الفوليوم مود في النيونيتس. طيب which is better pressure control ولا الفوليوم كنترول؟ لكل واحد له يعني حسناته وعيوبه. شو هما الحسنات البريشر مود؟ اول اشي انك نتحكم في البيك انسبيراتور بريشر، يعني بريشر كنترول او بريشر مود انت بتتحكم في البريشر، فالماكسيمم بريشر انت بايدك، خلاص ما حتتجاوز الماكسيمم بريشر، ماكسيمم بريشر انت بتحطه. اما في الفوليوم مود لا، انت ما بتتحكم في البريشر، فبالتالي ممكن يرتفع البريشر بشكل كبير، خصوصا اذا كان في سكريشن في التيوب، لانه حيقلل الدايميتر. اي شيء حيقلل الدايميتر للتيوب حيعملنا ايش؟ حيزود البريشر، سواء كان في سكريشن او اذا المريض كان لافف راسه على اليمين او على اليسار، حيطعج التيوب، حيقلل الدايميتر، حيزيد البريشر بشكل عالي، او اذا كان عاضد على التيوب برضه حيزود لنا البريشر. فاحنا في الفوليوم مود ممكن نعمل له بارو تروما، يعني تروما بسبب البريشر. اما في البريشر مود احنا متحكمين في البريشر، فبتكون اقل البارو تروما. كمان من ميزات البريشر مود انه كويس للستيف لانك زي في الار دي اس والاي ار دي اس. ليش؟ لانه بتعرفوا البالونه لما تكون مسكره على الاخر بدك ايش؟ بريشر عالي حتى ايش؟ تنفخها. نفس الاشي، نفس الفكره في الاي ار دي اس والار دي اس، هذولك فيري ستيف لانك، فبدك هاي بريشر حتى تقدر تنفخهم. في الفوليوم مود في البداية بكون في عندك هاي بريشر، بعدين البريشر بصير ينزل 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 ينزل، ف
فلما ينزل البريشر عالت، صحيح انه في البدايه عالي بس بينزل بينزل، فبصير في عندك ايش كولابس، فمش كويس في حالات ال ARDS او ال RDS. الميزة الثالثة للبريشر مود انه كويس في حالات الهيتروجينس ميكانيكال بروبرتيز في اللنك، يعني زي في حالات الكرونيك لانج ديزيز لما يكون في مناطق فيها مناطق هايبر انفليتد ومناطق فيها كولابس او اتلاكتسز، البريشر مود احسن. ليش؟ لانه في البريشر مود البريشر بضله ثابت من اول الانسبيريشن لاخر الانسبيريشن، والبريشر ايش ثابت، ما لا بنزل ولا بيطلع. اما في الفوليوم مود البريشر بيكون عالي في البدايه، بعدين بينزل 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 بينزل، فالمناطق اللي فيها المناطق اللي هي ستيف او اللي فيها كاتلاكتسز حتسكر. فاما لما تستخدم البريشر مود حيتوزع هذا البريشر بين الالفيولاي. كمان البريشر مود كويس في الاير ليك. ليش؟ لانه اذا انت استخدمت فوليوم مود خلاص الجهاز حيعطي فوليوم معين، مثلا حيعطي 12 ام ال، صار في ليك 6 ام ال 3 ام ال 2 ام ال من حوالين التيوب او من الشست تيوب، الجهاز ما بهمه. اما في البريشر مود حيظله بريشر ثابت 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 حتى ايش يعطيك الفوليوم اللي بدك اياه. طيب شو مشاكل البريشر مود؟ مشكلة البريشر مود انه ما بضمن لك المينت فنتليشن، ما بضمن لك التاد الفوليوم. كيف يعني؟ يعني الحين انت المريض حالته صارت اسوأ، شو اللي حيصير؟ انه حتصير اللنج مور ستيف، مش حتفتح مع البريشر، فبالتالي مش حيدخل فوليوم كويس، فبالتالي حتصير سي او تو ريتنشن وحيصير وضعه اسوأ. كمان شغلة سيئة، اذا تحسن المريض، وهنا الشغلة يمكن اخطر. كيف يعني؟ يعني مريض عنده ار دي اس، اعطيته انت سيرفاكتن، سعيته ايش؟ حتكون عندنا ستيف لانج ديزيز لانج، حتتحول لايش؟ كومبلاينت لانج، تقريبا نورمال لانج، فبالتالي حتصير تنفخ بشكل كبير. انت البريشر ظل ثابت ما غيرته، فاذا ما غيرت البريشر شو حيصير؟ اللانج في البدايه كانت ستيف، مش راضي تنفخ، اعطيته سيرفاكتنت صارت تنفخ كبير. فايش لما صارت تنفخ كثير حيصير عندك ايش؟ نيموثوراكس، حيصير عندك فوليو تروما، لانك انت مش متحكم في الفوليوم، وبالتالي حيصير في عندك فوليو تروما، والفوليو تروما اخطر من البارو تروما. حنشرح ليش الفوليو تروما اخطر. طيب في عندك سؤال، بدك تعمل انتوبيشن لطفلة عمرها 6 اشهر، شو اللارنجوسكوب المناسب لها والاي تي تي المناسب لها؟ هل هتختار كيرفت لارنجوسكوب؟ اكيد لا، ستريت اكيد ستريت لانه لسه 6 اشهر. طيب هل بدك كفت ولا انكفت تيوب؟ شو رايك؟ اكيد كفت تيوب. ليش؟ لانه في الكفت تيوب انت بتضمن ما يصيرش في عندك اير ليك، فاذا حطيت فوليوم مود فبالتالي بتضمن انه ايش الفوليوم تبعك يدخل للمريض بشكل كامل. الحين نبدأ في المودز للفنتيليتر. السيمبل مود اللي هو اي ام في، اللي هو انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. شو المقصود في الاي ام في؟ كان في عندنا جهاز بورتبل فنتيليتر كنا نستخدم سيارة اسعاف في هذا المود، هو المود الوحيد تقريبا فيه اللي هو الاي ام في. الاي ام في كانك انت حاطط اندوتريك، حاطط تيوب للمريض وقاعد بتنفخ له في الانبوباك، انت مش حتكون في سنكرونايزيشن بينك وبين المريض. يعني ممكن المريض بياخذ نفس وانت ايش بتعطيه نفس، ممكن المريض بيعمل اكسبيريشن وانت عامل له ايش انسبيريشن، ما في اي تنسيق بينك وبين المريض. نفس الاشي في الاي ام في مود. الاي ام في مود مبرمج حسب الريسبيراتوري ريت اللي انت بتحطه. حطيت مثلا ريسبيراتوري ريت 30 هدول حيتوزعوا على كم؟ على دقيقة، اللي الدقيقة فيها كم؟ 60 ثانية. 60 تقسيم 30 بيطلع 2، يعني كل ثانيتين حيعطي نفس، كل ثانيتين حيعطي نفس، كل ثانيتين حيعطي نفس، حتى يخلص 30 نفس في خلال دقيقة. طبعا شو مشكلة هذا المود؟ ما في سينكرونايزيشن، ما في توافق بينه وبين المريض. يعني ممكن المريض بيعمل اكسبيريشن يجي الجهاز ايش يدخل له هواء،
فهاي مشكلة. حيصير ايش؟ حيصير في عنا فايتنينج، حيصير المريض يقاتل في الجهاز، وحيزيد الورك اوف بريثينج، وممكن يعمل لنا مشاكل كثير. حتضطر انك تعمل سيديشن، والسيديشن مع السيديشن حيزيد الانتوبيشن تايم، حيصير prolonged انتوبيشن. هاي السيكونسز اذا ما كان في عندنا سينكروني، ما في توافق، ما في تزامن بين الجهاز وبين المريض، حيؤدي الى increased work of breathing، increased sedation، وفي النهاية حيصير في عندنا prolonged mechanical ventilation. طبعا في اسباب كثير للسينكروني الى الاسينكروني، عدم التوافق او عدم التزامن بين الجهاز والمريض. من ضمنها المودس اللي هو الاي ام في، عشان هيك اختاروا الاس اي ام في. اس اللي هو سينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، كاتبين هنا بي سي قبل الاس اي ام في. ليش بي سي؟ بريشر كنترول. زي ما حكينا كل مود وكل برمجه انت تختار بدك اياها فوليوم كنترول ولا بريشر كنترول. طبعا ماشين اور بيشنت تريجرد، شو مقصود فيها ماشين اور بيشنت تريجرد؟ يعني التريجر مقصود شو اللي بيبدأ النفس، هل هي الجهاز اللي بيبدأ النفس ولا المريض اللي بيبدأ النفس. في الاس اي ام في عندك الخيارين متاحين، الجهاز كل مثلا حطيت ريسبيراتوري 30 كل ثانيتين بده يعطي نفس، بس في الاس اي ام في حتى يصير في سنكرونايزيشن الجهاز بترك المريض هو اللي يبدأ النفس. المريض ما بدأ النفس صحيح الجهاز هو اللي بيعطيه النفس. كيف يعني؟ هاي المخطط بوضح لنا كيف بيشتغل ال SIMV. ال SIMV بتلاحظ هنا في 90%. شو 90%؟ الجهاز قبل ما يعطي نفس للمريض بترك المجال للمريض هو يبدأ النفس. بستنى 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 بستنى، لما يخلص 90% من وقت ال SIMV period ساعتها المريض ما أخذ نفس، ساعتها الجهاز إيش؟ بيعطيه نفس. هنا الجهاز اعطى نفس لانه المريض هو بدا النفس، المريض بدا النفس فالجهاز اعطى نفس. اذا بتلاحظوا هنا في سبونت بيريود. شو السبونت بيريود؟ الاس اي ام في مبرمج الى يعني بقسم الدقيقه بالنص بينه وبين السبونت. شو السبونت؟ مقصود فيها سبونتينيوس بريثينج بيريود، يعني الجهاز بيعطي للمريض نفس بعدين بيتركه يتنفس زي ما بده، بيعطي للجهاز نفس بعدين بتركه يتنفس زي ما بده. بس عشان ما يصير الشيء يعطيه نفس وهو بيعمل اكسبيريشن، الجهاز بيستنى 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 تا المريض هو اللي يبدا النفس. لما يبدا المريض النفس بروح الجهاز ايش بيكمل له النفس على الاخر، بيساعده في النفس حتى يوصل النفس كامل. طيب في عندنا بريشر سبورت فنتيليشن، وهذا مود لحاله في الفنتيليتر. كثير من الناس بيعتقدوا لانه دائما احنا بنحكي اس اي ام في بس بريشر سبورت، بيعتقدوا انه بريشر سبورت هذا يعني اشي تابع للاس اي ام في. هو لا، فعليا البريشر سبورت او البريشر سبورت فنتيليشن هو مود مستقل لحاله، بس في تقدر انت تختار تجمع بين المودين مع بعض اللي هو اس اي ام في زائد بريشر سبورت. فانت لما تحط اس ام في زائد بريشر سبورت انت قاعد تشتغل على تو مودز في نفس الوقت. الحين حنشرح كيف، بس اول نفهم شو المقصود في البريشر سبورت فنتيليشن. البريشر سبورت فنتيليشن هو مودز الفكره تبعته انه المريض هو اللي يبدا النفس والجهاز بس يساعده مساعده. طب ليش الجهاز بده يساعد المريض؟ لانه الحين تصور حالك انت تتنفس من مصاصة، سكر مناخيرك حط مصاصة وحاول تتنفس من مصاصة، حتلاقي صعوبة في التنفس. ليش؟ لانه القطر تاع المصاصة صغير، لما يقل القطر حتزيد ايش؟ الريزيستنس، فبالتالي حتتنفس بصعوبة. فانت حاطط المريض على ايش؟ على اندوتراكيال تيوب. فاذا المريض حاول يتنفس عن طريق الاندوتراكيال تيوب حيلاقي ايش؟ صعوبه في السبونتينيوس بريثينج. فعشان نتغلب على الريزيستنس الموجوده في الاندوتراكيال تيوب وفي السيركت، فبنحط له بريشر سبورت عشان ما نتعبه. اذا هو اصلا الانسان الطبيعي لما يتنفس من انبوب صغير
بتعب نفسه، فما بالك انه هو عندك انت مريض وتعبان فتروح انت تتعبه بزياده؟ لا، عشان هيك وجدت هاي البريشر سبورت، بنحط بريشر بسيط 5 6 7. طبعا ايش بيعتمد هذا البريشر تاع البريشر سبورت؟ على قطر الاندوتريكل تيوب، كل ما صغر القطر كل ما احتجت ترفع البريشر سبورت شوي. يعني اذا كان اندوتريكل تيوب 2.5 بدك تحط بريشر سبورت 6 7، اذا كان القطر الاندوتريكل 3 3.5 بريشر سبورت 5 بكفي. كمان البريشر سبورت ما في، انت ما بتحدد فيه الريت. ليش؟ لانه يعني المفروض انه المريض بتنفس لحاله وانت بس بتساعد مساعدة عشان تو اوفر كم ذا ريزيستنس. بس في اشي شغله اللي هي من باب الحماية، من باب حماية المريض. لانه يعني فرضا انه المريض ما تنفسش، شو اللي حيصير اذا الجهاز تركه لحاله والمريض ما تنفسش وصار ابنيه؟ شو حيصير في المريض؟ حيموت. فمن باب الحماية في عندنا اشي اسمه باك اب ريت. باك اب ريت هذا بتحطه انت في حال المريض ظله 15 ثانية او 20 ثانية ما تنفس، ساعتها بيشتغل بتحول من بريشر سبورت ل سي ام في اللي هو اسيست كنترول، حنشرح عن سي ام في كمان شوي. كمان في البريشر سبورت انت ما بتتحكم في الانسبيراتوري تايم، يعني في الاس اي ام في والسي ام في اللي هو نفسه الاسيست كنترول انت بتتحكم في الانسبيراتوري تايم، في البريشر سبورت لا، المريض هو بتنفس زي ما بده، يعني بتنفس الريت اللي بده اياه وبتنفس الانسبيرت تايم زي ما بده، ممكن تكون مرات تكون عاليه مرات تكون واطيه هو زي ما بده. كمان البريشر سبورت في عندنا ايش؟ بيب. كثير من الناس بيعتقدوا السبونت او البريشر سبورت في بس بيب، لا هو في بيب وفي بريشر سبورت، في ثنتين مع بعض. طبعا كل مود في الفنتليتر لازم يكون في بيب، وكل مود في الفنتليتر بسمح بالسبونتينيوس بريثينج. كمان هذا البريشر سبورت بنستخدمه كثير قبل الاكستوبيشن حتى نعرف هل المريض بيقدر يتنفس لحاله ولا لا، ونحطه على البريشر سبورت قبل الاكستوبيشن لمدة ساعة ساعتين ثلاث. شفنا انه بتنفس بشكل جيد، ما في ريتراكشن، ما في يعني تكبنية، ساعتها بيكون المريض على الاغلب فيت فور اكستوبيشن. اما اذا حطيت على بريشر سبورت فنتيليشن صار يصير معاه ابنيا او يصير باك اب ريت ويتحول من بريشر سبورت لسي ام في، او صرت تشوف عنده ريتراكشنز، معناته لا المريض نوت فيت فور اكستوبيشن. هاي السبونت. طبعا مشكلتنا مع الموز للفنتليتر مع شركات الفنتليتر انه كل شركه بتسمي المود على كيفها. يعني البريشر سبورت فنتليشن شركة هاملتون اللي بتعمل جهاز جاليليو وغيره من الأجهزة، هي شركة سويسرية مسمية البريشر سبورت فنتليشن سبونت، بس هو الاسم العلمي في الكتب وفي الارتكلز هو البريشر سبورت فنتليشن. إذا بتلاحظوا معاه بنختار في البريشر سبورت بريشر سبورت، نختار البيب، ونختار FiO2، ونختار Flow Trigger، هاي حنشرحها إن شاء الله في نهاية السلسلة. إذا بتلاحظوا هين Backup is Disabled، إذا كنت حاطط Backup Disabled معناته إذا صار مع المريض أبنية الجهاز حيتركه إيش؟ يموت براحته. فلازم تتأكد إنه في عندك إيش؟ Backup، Backup Rate. كيف بدك تفعل الباكب؟ لما تختار مود، هنا في مودز، هاي المود تاعون الفنتليتر، هاي اذا بتلاحظوا هنا اس اي ام في بريشر بي، في بي قبل اس اي ام في، ليش في بي؟ وهنا في اس اي ام في بس بدون بي، ليش؟ لانه هنا بريشر كنترولد، هنا فوليوم كنترولد، هاي سي ام في، هنا في قدامها بي، هاي بريشر كنترولد، وهاي ايش اللي هنا فوليوم كنترولد. هذا هو ايش السبونت، تختار سبونت حتى تحطه على يعني اللي هو نفسه بريشر سبورت فنتيليشن، بس هذا الاسم التجاري. هنا في كلمة اديشنز، اديشنز هنا بتقدر تفعل الباك اب، لما تضغط عليها تفتح لك نافذة بتضغط على كلمة باك اب فبتكون ايش؟ فعلت الباك اب. لما تفعل الباك اب شو بيطلع لك؟ في هاي المنطقة الصفراء بيطلع لك سي ام في، يعني اذا صار المريض ابنية بتحول الجهاز ل
سي ام في. فبتختار هنا في بكون دائرة، بتختار ريسبيراتوري ريت، بتختار البريشر البي اي بي، بتختار الانسبيراتوري تايم. يعني احنا زي ما حكينا في البريشر سبورت ما بنختار الانسبيراتوري تايم ولا بنختار ريت ولا بنختار بريشر البي اي بي. كمان في هاي في خانة الموت تختار في كلمة patient، هنا بتختار إذا كان مريض adult, pediatric, infant. عادة التنفسي هم اللي بيختاروا، بس تأكد إنهم مختارين صح لأنه مرات ممكن يغلطوا. وهنا إذا بدك تشيل شلت التيوب شنت الفنتليتر ممكن تحطه على إيش ستاند باي. هاي الرسمات تاع البريشر سبورت فنتليشن، إذا بتلاحظوا مرة بتكون هنا عريضة مرة هنا نحيفة. ليش؟ لأنه أنت ما بتتحكم في الانسبيراتوري تايم، وإنما المريض هو اللي بيتحكم في الانسبيراتوري تايم. كمان الفوليوم بيختلف من نفس لنفس لأنه المريض بيتحكم تقريبا كل إشي. هاي الكود تاع أجهزة الجاليليو. للأسف هاي الشركة بتسمي البريشر سبورت فنتيليشن بتسميه سبونت. طيب هالحين ليش احنا بنجمع بين التو مودز اللي هما اس اي ام في زائد البريشر سبورت؟ السبب حكيناه قبل شوي انه في السبونتينيوس بريثينج في بكون في عنا ريزيستنس في الاندوتريكال تيوب، فحتى تو اوفركم الريزيستنس بنحط ايش بريشر سبورت. فاذا تلاحظوا هاي الاس اي ام في، الاس اي ام في مقسم، لما تحط اس اي ام في بلس بريشر سبورت حيكون الدقيقة مقسمة بين الـ SIMV وبين الـ Pressure Support. يعني في البداية الجهاز حيترك المريض يتنفس، يتركه يتركه يتركه، ما بدأ نفس ساعتها بيعطيه ايش SIMV Inspiration أو Pressure SIMV Pressure، بعدين حيتركه الـ Spontaneous Breathing، بعدين حتيجي فترة الـ SIMV. يعني زي هيك SIMV بعدها Pressure Support Period، اللي هي نفس الرسمة القديمة اللي شفناها قبل شوي اللي هي هاي. هنا في عنا اس ام في بيريود، بعدها سبونت بيريود او بريشر سبورت بيريود، بعدها اس ام في بيريود، بعدها بريشر سبورت بيريود. في البريشر سبورت بيريود اذا المريض ما بدا النفس خلاص الجهاز ما بيعطيه، اما في الاس ام في بيريود اذا المريض ما اخذ نفس بضلوا يستنى يستنى يستنى، ما اخذ في الاخر البيريود بيعطيه نفس. فالاس اي ام في لازم يعطي نفس، اما البريشر سبورت الاصل انه ما يعطي. طيب بدون بريشر سبورت حيكون البريشر واطي والفوليوم واطي، لما ضفنا البريشر سبورت تحسن البريشر وتحسن الفوليوم لانه صار تجاوزنا الريزيستنس الموجوده في الاي تي تي. طيب الحين نيجي لل سي ام في. في قرأت كتيب او كتاب في احد الدورات كاتبين فيه This mode of ventilation has almost been completely abandoned for children. يعني هذا المود مفروض ما تختاره للاطفال. طبعا هذا طلع بيحكوا عن السي ام في القديم. السي ام في القديم اللي هو controlled mandatory ventilation كانوا زمان في عنا في الفنتليتر في عنا انسبيراتوري فالف واكسبيراتوري فالف. الانسبيراتوري فالف بتدخل الهواء واكسبيراتوري فالف بتسمح للهواء يطلع. ففي هذا المود القديم اللي اول ما اخترعوا الفنتليترز عليه كانت الانسبيراتوري فالف تدخل الهواء مع حسب الريت اللي انت حاطه بعدين تسكر وتمنع المريض ياخذ سبونتينيوس بريثينج. بيجي المريض بده يتنفس الفالف الانسبيراتوري فالف مسكره فما بيقدر ياخذ نفس، فكانوا يحطوا الفلاعف. يعني في هذا المود كان المريض لازم يكون فولي سيديتد بحيث ما يصيرش في عندنا ايش اسينكروني بينه وبين الجهاز. هذا المود طبعا وقفوه وبطلوه. والسي ام في اللي بتشوفوه على اجهزه الهاملتون هو عباره عن اسيست كنترول. حنشرح الحين شو الاسيست كنترول وشو الفرق بينه وبين سي ام في بينه وبين الاس ام في. يعني كل سي ام في، كل ما نحكي سي ام في مود مقصود فيها نفسه ايش نفس الاشي ايش اسيست كنترول، ما في فرق. في الكتاب اللي هو البيدياتريك ان يونيت الميكانيكال فنتيليشن لقيته معبى سي ام في سي ام في سي ام في سي ام في. شو هل هو نفسه سي ام في مود؟ لا،
طلع في سي ام في مود وفي سي ام في، هاي اختصار ل conventional mechanical ventilation اللي هو الميكانيكال فنتليتر العادي اللي احنا كل يوم نستخدمه، اللي هو اللي عكسه اللي هو هاي فريكونسي. اجهزه الهاي فريكونسي هاي ما لا تعتبر اجهزه تقليديه وانما اجهزه متطوره، عشان هيك بتقسم الفنتليترز الى الكونفنشنال اللي هي اجهزه تقليديه، وهاي الفريكونسي اللي هي اجهزه شوي متطوره. فلازم لما تقرا ارتكلز او تقرا في كتاب تعرف هل المقصود في سي ام في، هل هي سي ام في مود اللي هي كنترولد مانداتوري فنتليشن، ولا المقصود فيها الكونفنشنال ميكانيكال فنتليشن اللي هو مقصود فيها الفنتليتر نفسه مش المود. فسي ام في في اجهزة الهاملتون هو نفسه الاسيست كنترول، هاي شوفوا سي ام في هو نفسه اسيست كنترول. طيب شو هو الاسيست كنترول؟ تلاحظوا انه اسمه هيك غريب، اسيست كنترول، هو يا اسيست يا كنترول. هو ليش سموه هيك؟ لانه اذا المريض بتنفس لحاله ساعتها بتحول لاسيست، المريض بيبدأ النفس والجهاز بكمل له النفس للاخر. اذا المريض بيتنفسش بتحول لكنترول، بحيث انه ايش، خلاص الجهاز بيعطيه النفس اللي انت ايش اللي بتحدده، بتحدد مثلا 40 نفس، اصل الجهاز بيعطيه 40 نفس. طيب في الاسيست كنترول نفس فكره البريشر سبورت فنتيليشن، يعني المريض حابب يتنفس مثلا انت حطيت 30 ريسبيراتوري ريت، المريض حابب يتنفس 50، الجهاز بيساعده في 50، يعني بيعطيه 50 نفس كاملات. بس الفرق بيناتهم انه في الاسيست كنترول انت بتحدد ايش الانسبيراتوري تايم، كمان بتحدد ريسبيراتوري ريت، اما في البريشر سبورت انت ما بتحدد ريسبيراتوري ريت. اذا بتلاحظوا كمان انه ايش بيشنت اور تايم تريجرد، يعني ممكن الجهاز المريض هو اللي يبدا النفس او الجهاز هو اللي يبدا النفس. What is the difference between pressure support ventilation and assist control؟ حكيناهم اللي هو انت تحدد inspiratory time، كمان في ان pressure support ما في عندك rate وانما backup rate. طيب الحين كيفنا شو الفرق بين ال SIMV وال assist control او بين قوسين CMV؟ الحين على الاسيست كنترول انت حطيت البريشر 20 والريت 40، ولنفرض ان المريض حابب ياخذ 60 نفس مش 40 زي ما انت حاطط، شو اللي حيصير؟ اللي حيصير انه الجهاز حيساعد المريض في ال 60 نفس، فيعطيه بريشر 20 في ال 60 نفس، حيعطيه 20 20 20 20 20 ال 60 نفس، حيعطيهم نفس كامل 20 بريشر 20 كلهم من اولهم لاخرهم. طبعا شو المشكلة؟ مشكلة إذا المريض مثلا متألم أو متوجع، تعرفوا إحنا في الأطفال كلهم بتكونوا تكبنك خصوصا أول ما تحطهم، حيصير في عنا إيش؟ هايبر فنتليشن خصوصا إذا كان متألم، لأنه كل نفس بأخذه حيعطيه نفس كامل نفس كامل نفس كامل نفس كامل، حيصير في عنا إيش؟ هايبر فنتليشن. طيب هنا هاي الرسمة تاعت ال assist control، اللي بتلاحظوا فيه هنا نزلة ومظلل عليها، ليش مظلل عليها؟ هاي اللي بيميز لنا ال spontaneous breathing عن ال controlled breathing. مقصود في ال controlled breathing يعني ال breath الجاي من الجهاز اللي الجهاز بدأه. ال spontaneous breathing في ديبريشن، ليش في ديبريشن في الويف، في الويف تاعت الايش البريشر، لانه زي ما تعلمنا في اول حلقه انه سبونتينس بريثينج او النورمال بريثينج او الفسيولوجيكال بريثينج بيكون نيجاتيف، نيجاتيف بريشر فنتيليشن، التشست وول بتمدد بيصير في عنا نيجاتيف بريشر فبدخل الهواء. فلما تشوف نيجاتيف بريشر معناته ايش؟ معناته هاي سبونتينس بريثينج. فالمريض هنا بدا النفس والجهاز كمل له، المريض هنا بدأ النفس والجهاز كمل له، بعدين الجهاز صار يستنى في المريض إنه يبدأ النفس، المريض ما بدأ النفس فراح
بعد ثانيتين إذا كنت مثلا حاط الريسبيراتوري 30، كل ثانيتين لازم يعطيه نفس. المريض ما بدأ النفس ساعتها حيستنى يستنى يستنى، خلصت الثانيتين حيعطيه إيش؟ نفس. إذا بتلاحظوا البريشر ما بوصل للصفر، ليش؟ لأنه في عندنا بيب. الحين في الاس اي ام في حطيت نفس الاشي، بريشر 20، ريت 40. طبعا في الاس اي ام في في مي اللي هي بريشر سبورت حطيته انت ايش 5. طب ولنفرض نفس الفرضية انه المريض حابب ياخذ 60 نفس مش 40 زي ما انت حاطط، شو اللي حيصير؟ انه 40 نفس من هذول الـ60 حياخذوا بريشر 20، لانك انت حاطط الريسبيراتوري ريت 40. فـ40 مرة حيعطيه بريشر 20 20 20 20. العشرين الزيادة هذول اللي تنفسهم زيادة spontaneous breathing، هذول حياخذوا البريشر تاع البريشر سبورت اللي هو بريشر 5 فقط. حيصير البريثنج عندنا ايش؟ مش قلنا احنا لما تحط اس ام في مع بريشر سبورت شو حيصير؟ حتتقسم الدقيقة بين الاس ام في مود وبين البريشر سبورت فنتيليشن مود. ففي الـ في الاس اي ام في بيريود حيعطيه بريشر 20، بعدين حيتركه يتنفس لحاله. لما ياخذ سبونتينيوس بريثنج حيعطيه بريشر ايش؟ 5. بعدين حتيجي فترة الاس اي ام في حيعطيه بريشر 20، 5 20 5 20 5. طبعا هاي الخمسة مش ضروري، مش لازم تكون موجودة، يعني مو اذا المريض ما تنفس في فترة السبونتينيوس بريثنج ما حيعطيه 5، ما حيعطيه اشي. فمش لازم يكون 5، يعني ممكن تلاقي 20 25 0 20 25 0 20 حسب إذا المريض تنفس ولا ما تنفس. ممكن تلاقي 20 5 5 20 20 5 5 5 20 حسب إيش؟ كيف المريض بتنفس. طيب شو الميزات الأسيست كنترول؟ أسيست كنترول ميزته إنه مور ستيبل تادا الفوليوم. إذا لاحظتوا إنه كل مرة بعطيه 20 20 20 20 فالتاد الفوليوم بيظلوا ثابت. مثلا تاد الفوليوم قلنا واحد وزنه 2 كيلو في 6 ml بير كي جي، حيكون التاد الفوليوم بدنا اياه 12. حتلاقي التاد الفوليوم 12 12 12 12 12. اما اذا حطيت اس اي ام في مع بريشر سبورت شو اللي حيصير؟ لما يكون البريشر اللي هو 20 تاع الاس اي ام في حيكون التاد الفوليوم 12، بعدين في سبونتينيوس بريثينج حيعطيه بريشر ايش؟ 5. حيكون التاد الفوليوم اقل من 12، حيكون مثلا 6. هتلاقي التاد الفوليوم 12 6 12 6 12 6 12 6، هيكون التاد الفوليوم مش ستيبل. كمان الاسيست كنترول كويس في اذا كان المريض تكبنك كثير وتعبان ونفسه تعبان فبيريحه، لانه مجرد ما يبدا النفس حيعطيه نفس كامل نفس كامل نفس كامل نفس كامل، فحيريحه بشكل كبير، فحيقلل من الايش الورك اوف بريثنج. بس قلنا المشكله ايش؟ ممكن يعملنا يوصل لمرحلة الهايبر فنتليشن. طيب هالحين نفرض انت حطيت بريشر 20 وريسبيراتور ريت 40 والمريض ما تنفس بالمرة، يعني كانت سبونتينيوس بريثنج صفر، المريض نايم على الاخر ما بتنفس، شو الفرق بين اس اي ام في والاسيست كنترول او بين قوسين سي ام في؟ ما حيكون اي فرق. الـ40 نفس حياخذوا 20 بريشر 20 في الاسيست كنترول، والـ40 نفس في الاس اي ام في حياخذوا بريشر 20. فاذا المريض بتنفسش ما حيكون الفرق، ما حيكون اي فرق بين الاس اي ام في والاسيس كنترول، الاثنين حيكونوا تقريبا نفس الاشي. طيب في دكتور سكوت جوثري هو نيوناتولوجيست في امريكا، حضرت له احد الوركشوب عن الفنتليتر، فكان يبدا البريشر سبورت عالي اعلى من من اللي بدنا اياه عشان الريزيستنس، كان يبدا بريشر سبورت 14 تقريبا، وينزل في البريشر سبورت، يعني يعمل ويننج للبريشر سبورت زي ما بنعمل ويننج للاس اي ام في. مش احنا اس اي ام في بنبدا بريشر 20 بعدين نعمل له ويننج، نفس الاشي هو بيعمل بريشر سبورت واصلا مود لحاله، بيبدا فيه ب 14 وبيبدا ايش يعمل له ويننج زي ما بيعمل للاس اي ام في. نرجع للكتاب اللي هو بدايات النيونات الميكانيكال فنتليشن، وهذا الجدول اللي حاطط فيه كل الحالات المرضية. هو حكينا أحد المرات إنه بحدد لك إذا بدك لو بيب ميديم بيب هاي بيب، كمان بحدد لك شو المودز اللي تختاره،
اس اي ام في او اسيست كنترول. اذا بتلاحظوا كل المودز هم يا اس اي ام في او اسيست كنترول. كمان في هذا الجدول بحدد لك التارجت بتاعت الفوليوم، يعني بدك تعالج الفوليوم عالي ولا واطي على حسب الحالة المرضية، وحنشرح تعالج الفوليوم فيما بعد ان شاء الله. اذا بتلاحظوا في الحالات الار دي اس يفضل انه تحطه على اسيست كنترول، مع اني انا شخصيا صراحة ما حبيت الاسيست كنترول ودائما بختار اس اي ام في لكل الحالات. هذا جهاز جاليليو من شركة هاملتون، شركة سويسرية، وهذا جهاز نيو موفنت وهاي صنعه شركة أرجنتينية. هاي الشركة مقرها في مدينة كوردوبا، مدينة قرطبة، يعني حضارة الأندلس انتقلت من إسبانيا إلى الأرجنتين. وكمان من الأشياء اللي فاجأتني إنه في محطات القطار في الأرجنتين حاطين هاي الزخارف الإسلامية وشعار دولة بني الأحمر لا غالب إلا الله، والصورة اللي بحطها أنا في كل السلسلة في بداية كل سلسلة هاي صورة الجامع الأموي في قرطبة. للأسف يعني بعد ما كنا قادة العالم أصبحنا عالة على الأمم. هيك بنكون وصلنا لنهاية الجزء الخامس من سلسلة بيدياتريك أند نيونيتال ميكانيكال فنتيليشن. على فكرة الكتاب اللي هو بيدياتريك أند نيونيتال ميكانيكال فنتيليشن موجود الرابط تبعه على صفحتي على الفيسبوك، وإذا بدك يوصلك كل إشي جديد وكل إشي بنشره ممكن تعمل لايك أو فولو على الصفحة، أو الأضمن تعمل سيف هيك بتضمن إنه كل إشي يوصلك. وإذا في عندك أي استفسار أو أي سؤال ممكن تسألني تحت في التعليقات، وشكرا لاستماعكم. ما حدش راضي يديني اللايك، ما حدش راضي يديني اللايك، ما تديني لايك يا أخي.